افرحوا انتوا كمان معانا من خلال رؤيتكم مشاهدتكم لينا في ملعب الاهلي، وابعتوا لنا مين رجل اللقاء على صفحتنا على الفيسبوك. الاهلي بعد ما كان متاخر في المجموعه بنقطه واحده بس بيجي كارتيرون ويتفوق ب 12 نقطه متتاليه من 4 انتصارات متتاليه. الاهلي الوحيد في على رؤوس المجموعات اللي صعد بعد اخفاق النجم الساحلي ومازيمبي والوداد المغربي. الاهلي بيفوز رباعيه على حريه الغيني تحت قياده كارتيرون المدير الفني الفرنسي. الاهلي بيتفوق بهدفين ذهابا تحت قياده فنيه فرنسيه لكارتيرون. مع كارتيرون الاهلي ما خسرش ولا لقاء. لابد ان تكون الثقه ما بين جماهير النادي الاهلي وكل محبين ومتابعين النادي الاهلي كبيره جدا بالمدير الفني ده. يمكن هو قليل في الكلام شويه، ما بيظهرش كتير، لكن ارقامه ونتائجه ظاهره بشكل كبير جدا جدا جدا. خلي الفتره اللي جايه كل جماهير النادي الاهلي والمساندين للنادي الاهلي في ظهر الراجل ده بكل قراراته، حتى لو اختلفنا شويه في بعض الاراء الفنيه ده مش عيب ابدا، دي حاجه صحيه، لكن الراجل يستاهل بارقامه ونتائجه اللي محققها لحد دلوقتي. خليك عندك ثقه فيه، خليك عندك يقين ان الراجل ده فاهم كوره بشكل كويس جدا 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 في اصعب الظروف. ويمكن موقف النهارده كمان وتواجد عدد قليل طبعا في المدرجات بيبقى يمثل صعوبه على جماهير النادي الاهلي او اسف على لعيبه النادي الاهلي، لكن الراجل ما بيشتكيش ابدا من اي ظروف ومن اي شيء اطلاقا. فين السؤال الصعب؟ كنت لسه، لا ده السؤال الصعب ده لسه هايل، اصبر.